هدف عالمي أحرزه زياش في شباك جورجيا. توم بريز سلام الله عليكم. تسديدة من 60 متر أتت على قدم حكيم زياش بتسجيله هدفا مذهل في شباك جورجيا. وأكد النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي جاهزيته التامة لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعدما سجل هدفا مذهلا لمنتخب بلاده من مسافة بعيدة جدا. وبنجاح باهر تجاوز منتخب آخر اختباراته الودية قبل السفر إلى قطر والمشاركة في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، حين فاز زملاؤه زياش على جورجيا بثلاثية نقاط. كما عبر المغاربة في جو رهيب على فرحتهم بالهدف العالمي الذي أحرزه زياش وسط هزيج شجية وقوية تندد بالبطل المغربي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.